عليكم ورحمة الله. أستاذة منال، وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا فندم. بصراحة حضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا رب، وبصحة وعافية. عايزة أسأل حضرتك سؤال ممكن؟ تفضل يا ست الكل. بابا توفى من كام شهر كده الله يرحمه. الله يرحمه. عايزة أعرف الأعمال اللي تتصل، يعني الأعمال اللي ممكن أعملها تتصل. يعني انت عايزة تقومي تصنعين له من الخير وتوهبي له الثواب. يعني مثلا الحج او العمره، الصدقات، الصيام، وكمان قراءه القران بتوصل. يعني المصحف لما الناس بتختم المصحف وتوهبه، ده بيوصل برضه ولا لا؟ يعني ان عايزه شاء اعرف الله كل الاعمال اللي ممكن توصل له. تمام. و في سؤال تاني؟ الاضحيه معلش كنت عايزه اسال عليه برضه. صك الاضحيه ممكن اوجبه له، يعني ممكن اجيب صك اضحيه واوجبه له. تمام. شكرا. انت تسألي على مبدأ الصك ولا انت عايزة يعني تذبحي مبدأ الصك وتتصدق؟ الأضحية. حاضر. وممكن اوهبه دي لحد الميت مثلا. حاضر.